ولنقاش ملف الخلافات الدائرة بين الأحزاب والميليشيات على تسمية عدنان الزرفي والصراع السياسي القائم بين شركاء العملية السياسية في ظل العقوبات الأمريكية على الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والإعلامي العراقي نمير الهنداوي. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. أستاذ نمير، وفقا لزعماء الميليشيات فإن تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة سيهدد السلم الأهلي، ما مدى حرص الميليشيات على السلم الأهلي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم وتحية إجلال إلى شباب ثورة أكتوبر الباصلة. في الحقيقة من المؤسف على رئيس الجمهورية أن ينتظر رسائل لتكليف رئيس وزراء. في المرة الأولى انتظر الرسالة من السياسيين الشيعة لتكليف رئيس حكومة وفشل علاوي، واليوم انتظر رسالة أمريكية لتكليف الزرفي وهو يعلم حق اليقين أنه الفشل بعد 30 يوم سيجرون البلاد في أزمات فيما بينهم وتؤدي إلى طريق مسدود هو الفشل. كان المفروض على رئيس الجمهورية أن يتجه يطلع يمشي، خلينا نقول احنا بالعامي، يعبر جسر الجمهورية ويروح للمتظاهرين يقول لهم يا متظاهرين يا شباب حددوا لمن انتوا لمن تردون كرئيس جمهورية رئيس وزراء يمثلكم، انا اكلف بتشكيل الحكومة. ولكن للأسف الجميع يتباكى على العراق والجميع يتباكى على المصالح الوطنية، ولكن في حقيقة الأمر هم شركاء العملية السياسية الطائفية، هم عبء وأزمة على العراق وشعب العراق. نعم، في ظل تخبط مواقف الأحزاب الطائفية والميليشيات وعدم قدرتها أيضا على الاتفاق على مرشح من هذه العملية، ما دلالات ارتخاء القبضة الإيرانية من المشهد السياسي في العراق؟ القبضة الإيرانية موجودة في العراق وهي تسير كثير من الأحزاب والميليشيات التابعة لها وهي لها اليد العليا، وهناك أمريكا من الطرف الثاني لها صراع مع إيران، وللأسف فرض هذا الصراع على الساحة العراقية. لو كان فعلا هناك سياسيين عراقيين وأحزاب عراقية تكن الولاء للعراق ولشعب العراق ولسيادة العراق لما حصل ما حصل هذا الهرج والمرج السياسي. جاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ماذا قدم ولماذا يطلقون عليه رئيس وزراء؟ مجرد تسمية رئيس وزراء، تسمية رئيس وزراء، وكل من سبقوه على نفس الشريحة، مجرد تسمية رئيس وزراء، ولكن في الحقيقة هم من افرازات وتداعيات سلبيه وكارثيه يعني مررها الاحتلال، وليس وليده اليوم، هاي وليده عام 2003 والدستور اللي وضعه بول بريمر واللي كان مدعوم من الارهاب الطائفي الايراني لتثبيت مخالبهم في العراق. إلى أي مدى ترى أن الصراع الدائر بين الكتل السياسية والميليشياوية هو صراع مصالح وليس صراع مبدأ كما يدعون؟ هو بالأكيد صراع مصالح وليس مبدأ لخدمة العراق وشعب العراق. نرى الصراع اليوم شيعي شيعي، انقسامات ما بين الميليشيات و انقسامات وانسحابات من قيادة بما تسمى ميليشيات الحشد الشعبي، صراعات ما بين الأحزاب الموجودة حاليا، والسبب يعود لدعم إيران لكثير من هذه الأحزاب، يعني تقسيم المقسم وتجزيء المجزئ لبسط نفوذها وسيطرتها على الساحة العراقية والأحزاب العراقية الموجودة التي تدعي الوطنية والتي تدعي الحرص على العراق وشعبه. هي هنا تكمن المشكلة، ولكن بجهود المتظاهرين وانتفاضتهم المباركة سوف تتقلص هذه الأحزاب وعملياتهم الإجرامية وفسادهم، لأنه استطاعوا أن يرفضوا ثلاثة رؤساء وزراء
فرضهم الاحتلال الأمريكي أو الإيراني. أستاذ نمير، منذ انطلاق تظاهرات والميليشيات في خطابها السياسي والإعلامي دأبت على اتهام المتظاهرين بالعمالة سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني، وأصبحت تتذرع اليوم بموقف المتظاهرين في رفض الزرفي. كيف يفسر هذا التناقض؟ هذا التناقض لأنه الأحزاب تريد أن تفرض وجودها بالساحة، التنافس فيما بين هذه الأحزاب، يعني كل حزب يقول لك أني بالشارع وأنا أقود الشارع، وفي الحقيقة التظاهرات اللي جرت هي تظاهرات بدأت عفوية وانطلقت، وأصبح الشعب العراقي أو الشباب العراقي المتظاهر يعي ويعرف اللعبة بتفاصيلها، فلذلك نرى تخبط سياسي ما بين الكتل وما بين الأحزاب وانتقادات شديدة فيما بينهم. يعني على سبيل المثال اليوم منزل النائب قتيبة الجبوري وليمة غداء جمعة المالكي والحلبوسي وشخصيات عشائرية وسياسية، وتم الاتفاق بين الحلبوسي والمالكي وقوى كردية على عدم تمرير الزرفي. هنا تساءل أين القانون وأين الدولة وأين البرلمان؟ هناك مجاميع من المرتزقة والعصابات يدعون أنهم أحزاب سياسية وأحزاب واعية تحرص على العراق، ولكن في الحقيقة جميعهم جاءوا تحت التصدير الأمريكي والعباءة الإيرانية. نبقى نتحدث عن الدور الأمريكي، وعلى صعيد آخر جاءت وجبة جديدة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الكيانات، ومن شأنها أن توقف العائدات التي تستخدم لقصف القواعد الأمريكية في العراق. إلى أي مدى ترون أن تحركات الميليشيات تأخذ العراق ككل إلى صراع ليس له فيه لا ناقة ولا جمل؟ بالحقيقة يعني من المؤسف أن نرى عراقيين يحرصون على بلدهم ويدافعون على بلدهم ويحمون اقتصادهم ويحمون ثرواتهم، نراهم يتجهون لدعم إيران في معركة لا تخص العراق ولا تخص المواطن العراقي. وفي الحقيقة يعني للأسف هم بعضهم عراقيين، ما نقدر نقول كلهم إيرانيين وكلهم جاءوا من إيران، لا قسم عراقيين، ولكن هذا الولاء لإيران بسبب أول شيء الثروات اللي سمحت إيران لهم أن يسرقوها من العراق والنفوذ والسلاح. فلذلك نرى أمريكا لو فعلا جادة وفرضت عقوبات على العراق وعلى شخصيات سياسية عراقية التي سرقت ونهبت أموال العراق، سوف نرى أن هذه الأحزاب والميليشيات سوف تتساقط بكل سهولة، ولكن اللعبة أكبر ما بين أمريكا وإيران ومعركتها للمؤسف في الساحة العراقية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والإعلامي العراقي نمير الهنداوي، كنتم معنا عبر الهاتف من لندن.